البدايات دايما صعبة. ليه ما فيهم الجمهور بتاع الأجزاء اللي فاتت؟ المقارنة تسبب القلق لأسماء شلال. في الأول كان في ناس بتنتقد حبا في الانتقاد وخلاص. يا تاخدك لفوق يا تاخدك لتحت. انت شايفه ان انت بتحبيه لسه؟ لسه بحبه. يبقى ترجعي والبسي في حيط. جميله، البنت الراقيه الركزه اللي من اصول صعيديه، هذه هي صفات الشخصيه اللي بتلعبها اسماء جلال بمسلسل حكايات بنات الجزء الرابع. اللي ادبك انت وهي اللي هي دي شكرا بتاعتك. شكرا على البهدله يا بنتي وهي. وهالجزء بالتحديد بيختلف تماما عن الاجزاء الماضيه بعد ما تغيرت كل بطلاته، صبا مبارك، دينا الشربيني، انجي المقدم، وندى موسى. انت عايزه تسمعي كلامي يريحك. وبهالجزء البنات هم اسماء جلال، ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، وهاجر احمد. وهالتحدي خلى المسؤوليه كبيره عند اسماء. خفت من مقارنه الابطال بتوع الاجزاء اللي فاتت بالاربع ابطال الجداد، بالذات من الجمهور اللي هم جمهور حكايه بنات الاصيل يعني. وهالخوف ما كان من فراغ. في الاول كان في ناس بتنتقد حبا في الانتقاد وخلاص، انه لا ده هيفشل، ولا انتم ما تقارنوش نفسكم بيهم. ومين قال ان احنا بنقارن نفسنا بيهم؟ يعني مش بنقارن، هنعمل حكايه جديده خالص. انت ترضي على الجواز بحبه بحبهوش؟ هي مش عارفه هو كان بيقول عليها ايه. لكن وبمجرد ما بدا عرض المسلسل، الفيدباك اللي لمسته اسماء كان عكس التوقعات. هو الواحد ما ينفعش تعيش غير براجل؟ اكتشفت انه احنا جايين في وقت مناسب جدا تقريبا، بيتشاف بكميه كبيره جدا من الناس بما فيهم الجمهور بتاع الاجزاء اللي فاتت. فارس قريب من القلب. انتي بسم الله ما شاء الله ما رحمتيهوش. اسئله ايه هعمل ايه؟ ويمكن اللي خلى شخصيه جميله تدخل للقلب بسرعه هو انه فيها من صفات اسماء بالحقيقه، لهيك بينت واقعيه اكثر. البدايات دايما صعبه بس النتيجه بتكون على ميزان. استاذ مصطفى بوصيف لما جينا نقعد نتكلم عن الكاركتر قال لي انا عايز جميله تبقى واخده طباعها من اسماء. انا فاكره ان اول حلقه لما تعرضت صحابي القريبين اتصلوا بيا وقالوا لي هو انت بتستهبلي، ده طريقه كلامك انت على فكره. قلت لهم يعني لما انا بحب صاحبتي وهي بتحاول تعمل اي حاجه عشان تضايقني يبقى مستاهل. ويبدو انه نجاح العمل شجع شركه الانتاج لتفكر بجزء خامس منه. يعني احنا كنا قبل الظروف اللي احنا فيها دي كنا اوريدي هندخل على طول في التصوير، بس بسبب الظروف العظيمه اللي احنا فيها دي قعدنا شويه يعني لحد ما نفهم ايه اللي هيحصل يعني، فلسه ما بدأناش. لا واكيد فيه راح نلاحظ تطور ملحوظ بشخصيه جميله اللي كانت بالجزء الرابع قلبها معلق بين معتز وفارس. في الجزء الخامس هي خلاص هتقرر يعني هتبقى مع شخص ما فيهم. انت بجد جاي من الفيوم عشان تاكل كبده وسجق وترجع تاني؟ هاكل معاكي.